هنا وفي ملعب الجلاء وبكل جلاء عبر جزائريون عن خلجات أنفسهم هم وفلذات أكبادهم. بشجع الجزائر وبتمنى النصر للجزائر. نتمنى للجزائر الفوز وتشرفنا وتشرف العالم. ترفع راية العرب والأمة الإسلامية جمعاء. بنعتز وبنفتخر بالجزائر وبنحييها وبنشجع الجزائر بالمونديال، متمنى لها الفوز والتفوق. جزائريون رغم البعاد ورغم كل شيء بعيدون عن الوطن، لكن الوطن على الدوام في صلب اهتماماتهم. فخر لنا أنه الجزائر تشارك في تظاهرة عالمية. الجزائر يا بلادي وروحي ودمي، وين ما كانت احنا قاع معها ان شاء الله. 1 2 3 في فرجري ان شاء الله تفوز الجزائر في المباراه الاولى في قاع المباريات. ان شاء الله ما يخيبوناش سود افريك، ان شاء الله يطلعوا علامنا الفوق في السماء. شرفوهم بتشجيع المنتخب الوطني وفي شجعهم بالدراسه، مثلا نساوي علماء ان شاء الله يشرفوا الجزائر. ورانا نمثلوكم مثل ما راكم تمثلوا انتم في الجزائر. في الجزائر احنا الجاليه نمثلوا يعني الجزائر هون، نمثلوها في سوريا ونتمنى الفوز. 1 2 3 فيفا لالجيري. يوم 18 يكون الجزائر أبطال أشوفهم، وإن شاء الله هايدرك وإن شاء الله يفوزون إن شاء الله. واتمنى لهم الموفقية ورفعة الرأس للعرب. إن دي شرف للعرب جميعا، إن الجزائر وصلت لكأس العالم ودي هتمثل الدول العربية كلها. حنونة بتحبي الجزائر يا حنان؟ أنا بحب الجزائر ونفسي الجزائر. نفسك الجزائر ايه؟ نفسي الجزائر يروحوا في الوورلد كاب. مش يروحوا بس، يغلبوا في الوورلد كاب. يغلبوا ايوه. وهتشجعي الجزائر معايا؟ ايوه. انا مغربيه مقيمه ببريطانيا طبعا مع الاسره ديالي، وكسيده من المغرب العربي طبعا احنا مبسوطين بزاف بزاف انه الجزائر وصل للكاس العالم، وكنتمناهم ان شاء الله باش يتفوقوا. اولا نحيي الشعب الجزائري، ثانيا اتمنى لكم النصر ان شاء الله في كاس العالم، وأعيد يعني كلنا حنكون غالبا وغالبا معهم. إن في مليون عربي هنا موجود، فكلهم حيكونوا بيصرخوا وبيقولوا الجزائر. جزائر يا ما، جزائر يا ما، جزائر يا ما. لا شك إنه هو يعني بيشرف العرب كما حدث في البطولات القادمة. كعربي حقيقة قلبي مع الجزائر ومنتخب الجزائر في هذه البطولة. الجزائر بلد ذو قامة طويلة وأدباء وفنانين وأيضا في المجال الرياضي. والله نتمنى له التوفيق والنجاح وان شاء الله يشرف يعني الكره العربيه. احنا بطبيعتنا تونس كامله تشجع كان الجزائر. ان شاء الله مربوحه وقلوبنا معاكم. ان شاء الله نقول لهم ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله تجيبوا لنا حاجه نروحوا بها للجزائر. معنا مش واحد من الناس، اي تونسي باش تلقاه يتابع ويشجع في منتخب الجزائر. الجزائر بردت على قلوبنا باللغة العربية الدارجة متاع تونس، بردت على قلوبنا وأسعدتنا أنه تمثل البلدان العربية. ربي معاكم وإحنا باش نشجعوكم الكل. إن شاء الله تربح الجزائر. في بلانجيري. إن شاء الله تربح الجزائر إن شاء الله. وتوصلوا معناتها المرة. 1 2 3 في بلانجيري. معاهم إن شاء الله. ربي يوصلهم. إن شاء الله ربي. إن شاء الله يقدموا ويعملوا. إن شاء الله. قدام انا يسد مي فينا لا كارد فينا يشرفونا ان شاء الله، يشرفوا العرب الكل. الجزائر هذيك تسمى بلادنا، انا سير ما مشوز كي تونس كي الجزائر، اقسم بالله فريمون فيف لا جزائر. والله ان شاء الله الجزائر تربح وان شاء الله نحن توانسه معاها نكونوا فرحين. كان نحن فرحين توانسه معاكم. 1 2 3 فيف لالجيري. كل الشجع فريمون فيف لالجيري. والله فريمون فيف لالجيري.
اقسم بالله الشعب التونسي راهو من الجزائر. الجزائر وتونس تسمى معناتها بلد واحد ومش طبعا طبعا هنا الجاليه وكاع حتى التونس احنا ما نشد حتى فرق ما بين الجزائري والتونسي. شفت باللي يشوفوا انه الشطر الاول من التحضير في سويسرا غلب عليه الجانب تاع الانصار وجانب تاع كذا اكثر من الجانب التقني. اما اعتقد انه الجزء الثاني من التحضير اللي يكون في المانيا في نورنبرغ ان شاء الله راح يكون تحضير تقني. انا سمعنا في شفنا في المواقع تاع الانترنت وكاع انه التحضيرات راح تكون مغلقه في المركز تاع نورنبرغ اوتوماتيكمون راح يكون التحضير تقني. والله نتمنى لهم كل الخير. والله انا كنت بيت رب نتمنى لهم كل الخير جهاز معلم وربي ينجح. انا نعتقد ان الفريق الجزائري فيه لاعبين قادرين باش يعملوا مقابلات في مستوى الحدث. ما نقولش باش يحدثوا المفاجأة لانه ما في اعتقادي ما يش مفاجأة اذا الفريق الجزائري يوصل للدور الثاني في مونديال الأفريق دو سود. حبيت ان نعدي رساله للاخوان في الجزائر الشقيقه ونقول لهم انه التوانسه الكل راهم قلبا وقالبا معكم. يعني لابسونس دو لا سيليكسيون تونيزيان يخلينا كلنا نحن التوانسه فوكاليزيو على الفريق الجزائري الشقيق. ان شاء الله كلنا معكم معناتها بقلوبنا ونصركم وباذن الله كوم اون افيبري avec vous durant la Coupe d'Afrique. On espère vibrer avec vous pendant la Coupe du Monde en espérant de meilleurs résultats. Inch'Allah, tout est possible. Allez les Algériens, allez l'Algérie. العربية المغربية منها المغربية والتونسية كتشجع الفريق الجزائري معاه من يعني حتى آخر النفس. إن شاء الله ربي معاها وإن شاء الله يعني تشرفنا قدام البلدان العالم الكل. 1-2-3 بيفا الجزائر. الله يحمي الجزائر ويحمي لبنان كمان إنه بلدي نص نص وإن شاء الله المونديال.